بينا يلا نعمل الكويماك التركي. ده ايه ده؟ عامل زي صوص الجبنه. ده عندهم بنقول من اساسيات الفطار، طعمه حلو جدا جدا، صوص جبنه بس معمول بطريقه مختلفه. تعالوا بقى نشوف المقادير وطريقه التحضير. بيسموه عندهم الايه الذهب، صح يا ريهام معايا؟ تمام. هو سكان البحر الأسود ومدينة طرابزون مشهورين بيه جدا جدا. تعالوا بينا نقول المقادير. هنحتاج كوبايتين من المية، 4 معالق كبار من دقيق الذرة الأصفر، نص كوباية جبنة رومي مبشورة، نص كوباية جبنة موتزاريلا، ونص كوباية جبنة قشقوان، وملح حسب الرغبة، طبعا على حسب طعم الكويماك معاكي هيطلع طعمه ايه، لأن عندنا جبنة رومي دي فيها ملح، عندنا القشقوان برضو بقى فيها نسبة، الموتزاريلا ما فيهاش، فمش هنحط ملح غير لما ندوق في الآخر ونشوف محتاجة ملح ولا لا. تعالوا بينا بقى حاطين طاسة على النار وما قلناش الزبدة. طبعا الزبدة 4 معالق زي بالظبط الدقيق. تعالوا ناخد بقى الزبدة ونحطها على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قلت إن دي حاجة عندهم طبق أساسي في الفطار، تمام، خاصة زي ما قلنا مدينة طرابزون وسكان البحر الأسود، تمام، بيبقى عندهم الطبق ده أساسي في الفطار. هي أجبان بس معمولة بتكنيك مختلف وطعمها بيبقى حلو جدا. حطينا الزبدة والزبدة بدأت تفك معانا. تعالوا نحط الدقيق. عندنا الزبدة والدقيق الذرة الأصفر وهنقلبهم على النار وكأني بالظبط بعمل بشاميل. مقدار الزبدة هو مقدار الدقيق. بصوا اللون. الجبنه القشقوان لو مش متوفره نقدر نغيرها بشيدر صفراء او حمراء، تمام، بس يكون نوع كويس عشان في انواع في السوق ما بتدوبش وما بتسحش في الوصفه، تمام، فنراعي الحته دي. هنسوي الدقيق. يعني ايه هنسوي الدقيق؟ يعني هنخلي الدقيق كده نحس كده ان هو ايه ابتدى ياخد لون. بصوا الجزء اللي بيستوي تحس انه بيفتح، تمام، فنتاكد كده ان هو ايه استوى. كمان نقدر نضيف جبنه كريمي، يعني في المقادير دي تقدري تضيفي جبنه كريمي برضو هتبقى حلوه جدا وهتدي قوام كريمي للكويماك. ده اقرب ما يكون لصوص الجبنه. بصوا معايا الدقيق، الجزء اللي بيبقى ملامس للنار بتلاقي لونه فتح استوى. خلاص الدقيق استوى معانا وزي الفل. يلا بينا بقى مضرب يدوي. الميه بتاعتنا 2 كوباية. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبتدي نقلب. معلش تاني. بصوا القوام بقى زي الفل. خلاص الدنيا اتظبطت، القوام هايل، بدأت تغلي. اعمل ايه؟ اهدي النار. لازم نهدي النار. ليه نهدي النار؟ علشان الجبنة تسيح بالراحة وفي درجة حرارة مش عالية وتسيح معانا بكل سهولة. اما لو النار عالية قوي لا، هتلاقي بقى ممكن تشيت من تحت ولسه الجبنة مسحتش. بصوا القوام، هو ده القوام المظبوط. بصوا معايا، بصوا تحفة، هايل، واللون فظيع. ننزل بقى بالاجبان اللي عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الجبنة الرومي، وزي ما قلت لكم تقدروا تضيفوا جبنه كريمي كمان هتدي طعم هايل جدا جدا. بس كده هنسيب بقى الكلام ده كده زي ما قلت لكم على نار هاديه خالص، خلي المكونات تبتدي تسيح مع بعض بالراحه جدا عشان ناخد نتيجه كويسه.
امتى اعرف ان الدنيا تمام ومحتاجة ان انا ارفعها من على النار؟ لما تلاقي ابتدت الدهون والزبدة اللي احنا كنا حاطينها تطلع على الوش، الجبنة تسيح والزبدة تطلع على الوش، كده هي خلاص بقت تمام التمام، نقدر نرفعها من على النار. لو انتوا واخدين بالكم هتلاقوا بدأت عندنا هنا الزبدة تطلع على الوش والجبنة كمان بدأت تسيح. الله ايه الجمال ده، تحفة. يلا فاضل لها حاجة بسيطة ونرفع. الزبدة بدأت تطلع على الوش زي ما انتوا شايفين، ده دليل على ان خلاص الدنيا تمام. عايزة اوريكم كمان الجبنة، بصوا ساحت ومطت وروعة جدا، تحفة جدا جدا. تاني يلا بصوا كده معايا، شايفين القوام هايل. زي الفل. يلا بقى زي ما هي وبطاستها وعلى السفرة على طول وبألف هنا وشفا. بسم الله الرحمن الرحيم.